حنايا سكان مزرعة سي الأخضر 1 و2 و3، عندنا المزرعة، عندنا القرية حوش بوسي، حوش فولار، حوش دوفيرن، وعندنا المعيشية اللي هي أكبر تجمع سكاني على هذو قاعيتك. رانا نعانوا من الماء هذا، المشروع تاع الماء هذا راه عنده 5 سنين من اللي كملوه، عامين من اللي كملوا الانستالاسيون، كملوا كاع التجهيزات تاعو. مساكن ينوضوا الصبح على 6 يجي للعين هذه، زيت الحق العشوة باش يسمى نخطفوا زوز جبودن، زيد العشوة هكذا نقولوا كتمسى هكذا تسمشوا منا، يزيد إلا جات سيتيرنا هاو يعمرينا الشافه ونقابلوا هنايا، قايوك تاكا يطلع شوية الماء يزيدوا يخطفوا الجيران، كل واحد يخطف زوز جبودن، رانا كيما يقول لك القسيل وما كانش، البلدية ما عطات لنا، ما جابوا لنا لا سيتيرنا لا والو، ما من الدواء ما فيش، البودر تاع الدواء ما فيش. رانا نطالبوا في السلطات يعالجوا لنا الوسخ هذا، الوباء هذا. الماء راه ما عندناش، دراري صغار راهم يجوا الصباح على 6 6:30 لازم تجي مورا سينو يطيح يموت هنا يطيح هكذا نطر في اقرب وقت. كاين واحد 400 500 نسمه هنا كل شيء، كاين ثلاثه قرى وكاع راهم يشربوا كيما راك تشوف هنا. واحد الطفل طاح في البير هنايا كيما راكم تشوفوا، ما قدرناش نجبدو، طاح على حتى راح خوه يجبد فيه وجبدناه، من بعد الخوف خايفين، انا خايفين بزاف ونخاف نطيحو في البير. نعياو ولا غنعياو؟ هاني طالب يعطونا الماء.